صلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آلك المظلومين، صلى الله عليك يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب الأمة. يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز والله فوزا عظيما. يا علة الأشياء يا علي يا أبا الحسن، يا علة الأشياء يا والسر الذي معنى دقيق صفاته لن يعقل إلا لمن كشف الغطاء له، إلا لمن كشف الغطاء له وشق الحجاب تجردا وتوصل يكفيك فخرا يا علي، يكفيك فخرا أن دين محمد لولاك مالك نقصه لن يكمل حاسديك على الذي أولاك ربك ذو الجلال وفضل إن يحسدوك على علاك فإنما متسافل الدرجات يحسد من على وبردك الشمس المضيئة بعدما أفلت وقيت شهدت برجعة من الملا ومخاطب الذئبان في فلواتها ومكلم الأموات في رمس البلا وفي ليلة نحو المدائن قاصدا. زوار رحيل الحسين أسلشون إلى أبي عبد الله الحسين. وفي ليلة نحو المدائن قاصدا فيها لسلمان بعثت مغسلا، فيا ليت شخصك بالأحياء حاضرا وحسنا
الحسين مطروح بعرصتك. ولصدره تطأ الخيول وطالما جبريل كان بمهدهم. أبديه مسلوب الرداء مسايا عينها في يوم عاشورا غدا مترى. شبلك شبلك جنيت جامد يجفن العين. شبلك بدمع وبنار وج القلوب. شبلك جاوب يا علي جاوب على الصاحة وقعد. شبلاياك من ظهر المهر فوق الوطية. من ظهر المهر فوق هدايا يا محزن ابن حامل جار. هدايا يا مقبور اجدادك الطاغوت. هدايا وساواه مثل قبر الزكية. اي وساواه مثل قبر وإنا لله وإنا إليه راجعون. قال تعالى في محكم كتابه العزيز بسم الله الرحمن الرحيم ومن كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ومن شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم وإنا على ذلك لمن الشاهدين. هناك صفة في القرآن الكريم جعلها الله عز وجل
هي